أنا اتعلمت منك حاجات كتير يا مليحة من غير ما تحسي. أنا صعبانة عليك مش أكتر. ليه بتقولي كده؟ ربنا يعلم إن أنا كل حاجة عملتها معاكي كانت من قلبي عشان كنت حاسس بيكي. أي حد مكاني وشاهد على الظروف اللي أنت كنت بتمر بيها كان هيعمل كده. يمكن تبقى دي آخر مرة نتقابل فيها يا مليحة. منعلمش الظروف ممكن تكون معانا إزاي وإمتى. بس لازم تبقى عارفة غلاوتك عندي. في هدية أعملها لك وكنت مرتب إن أنا أديها لك الصبح بس نصيبك تاخدها دلوقتي. يا ريت تقبليها مني. ألا إن نصر الله قريب؟ طبعا بقبلها. كل ما تحس إن أنت خايفة وقلقانة افتكري الآية دي. ربنا نصره قريب.